السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. ما جيناش نهضروا على المفلس تكتيكيا ولا مفلس، يعني ما جيناش نتكلموا عليه، جينا نتكلموا وين ابو تريكا وين يرد على رياض محرز وين قال له بان ياسين بونو هو من يستحق الجائزة افضل لاعب في افريقيا، يعني وين حبس كلش. ابو تريكا هدر، انتوما ضاري تقولوا ابو تريكا، ابو تريكا يهدر الحقيقه. ابو تريكا راه هدر، لعاب ما لعبش كوب دي موند، لعاب ما كاش مؤثر يعني في الدور الاوروبي مع مانشستر سيتي، يعني معظم المباريات تاع الشامبيونز ليغ وين لعبهم روبلاسو بيناردو سيلفا وين حط عليه دالا، ما تعقلوا عليها، حط عليه دالا مي لعبو كونت ارسنال، ومن بعد لعب كونت باير ميونيخ كمل معاه الروتور كمل معاه، يعني سبحان الله. ابو تريكا يعني شوف انتوما، انا على حسابكم جيتكم انتوما، جيت على دوك الجماعه تاع لي كيما ذاك خرجوا يتكلموا، ذاك مسيلمه كذاب، هذاك شنويه فاي خرجت تهدر، يعني خلينا من ذاك بو كلب، هذاك بو كلب هذاك يخرج يتبع الواقف، هذاك يتبع الواقف، هذا ان شاء الله يعاودوا، ما بقاش بزاف وتصيبهم عاودوا دارو كاع قاعدين، قال لك باللي صادي ومنا ومنا، خلينا منهم هذو، يعني رانا نهضروا هذو الناس اللي يتبعوا الوحي تاع المشرف، الوحي تاع المشرف. وين أكد الدولي الجزائري بعد ما أكد الدولي الجزائري رياض محرز أحقيته بنيل الكرة الذهبية الإفريقية بالنظر للمستوى الكبير الذي قدمه سواء مع فريقه السابق مانشستر سيتي أو مع المنتخب الجزائري، كما عاد القائد الخضر للكواليس لانضمامه إلى الأهلي جدة السعودي الصيف الماضي كاشفا عن تفاصيل قراره، وأدلى النجم المنتخب الوطني رياض محرز بتصريحات لصاحبة ليكيب فرنسية اعتبرها البعض بأنها مفاجأة والتي تتعلق بحظوظه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، وإذ لم يتردد اللاعب في التأكيد على أحقيته في نهاية يعني مفسر ذلك بالأرقام والإنجازات التي حققها مع السيتي. بصح يا سي محرز نورمالمون طون تكذب لونترينر تاعك هاك، تقول له نتايا اللي ما خليتنيش ندي كاليتيت كوب دي موند، ما لعبتهاش تا واش قدمت، يعني كاس افريقيا لافريقيا ما بونو كي بداو يحسبوا له يسيبوا بونو، حبس كرواتيا وحبس اسبانيا وحبس بورتغال، بونو يبداو يحسبوا له. انا نقولها لكم ونعاود، ما زلت على كلامي، ما نستاهلوش ندو جائزه في هذا الجوائز لهم جايين، ما نستاهلوش اداء هذا. ومن بعد يخرجوا لك يقول لك المدرب، كيف ما داروش المدرب تاعنا، المدرب الصومال ما طاش ما صابلهاش حلول، المدرب تاعك الصومال ما صابلهاش حلول، صومال اللي فتح الرباطي ربح الصومال بسته، المدرب تاعك ما صابلاش حلول، الصومال دارت شويه كونفيونس طلعت مركات لنا، داروا شويه كونفيونس طلعوا مركاو لنا، الصومال اللي تهدر عليها انت عمالك، هو الصومال ما كان والو مركات لنا، انت مدير من بعد يخرج يقول لك احنا ميار ايكيب، انت عندك لعابه ما عندناش ايكيب، احنا راه عندنا لعابه ما عندناش ايكيب، لعابه كاينين بصح ليكيب ما كاش، شبه مدرب ما عندكش، انت تشوف قويري وتشوف الشايبي وتشوف محرز وتشوف الناس كيفاش تلعب، كي يجيو المنتخب الوطني ما كان والو، قويري اونديكابي مين من عند المدرب، شايبي ما دار اخر، فارس ما دار والو، كيسموه يا ربي عموره ما دار والو، واش دار عموره، شو كيفاش بناه خطه ما كانش الناس تلعب وصايك، من بعد يجيك انت يا واحد كيما ذاك مسيلمه كذاب يقول لك يديروا له في مؤامره كيف لونترينر ما كانش، يا ودي تربح هذيك، تبنادم انت عايش انجازات تحققتهم في السيتي، بصح الناس
حقت في النادي تاعها وفي المنتخب تاعها سي محرز. حنا تمنينا بصح الحقيقة ما كان لا عاطفة لا والو. انت مديت في السيتي منتخب وطني خرجت خرجت البعير ومروحت كوب دي موند واو لله سي محرز. انت وذاك المشرف تاعك وهذو كاع نتوما كاع كاع خلط خليط كاع كيف كيف. يعني انت يا رو انت خرجت خرجت البعير ومروحت كوب دي موند. ياسين بونو ياسين بونو فات راح الكاردو فينال كوب دافريك راح كوب دي موند نصف نهائي ودا دا الاخرى كيسموها اوروبا ليغ هو جابها هو جابها. كنت تشوفها امام مانشستر يونايتد في مانشستر يونايتد مي كانوا خاسرين 2-0 قدام ليغاليزو. انا تفرجت بارتيه ما استعقل عليها يعني وين انقذ المرمى تاعو من اهداف محققه هو اللي عاود رد ليكيب تاعه وامام جوفنتوس وامام روما. الهضرة على روما دقيقة ولا كيفاش كلاحاو منا وكيفاش كيفاش راحوا لي بيناتي وكيفاش ولا حتى السوبر لي كان غادي يديها السوبر كان غادي يديها ضربة جزاء كان غادي يخرج كان غادي يخرج زوج توشي وما خرجهمش. تجي تقول لي بلي انا خير لا 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 هذه حقيقة نهضروها. وابو تريكا قال الحقيقة انتوما شفناكمش شفناكم يعني تحضروا بالعاطفة وليك ابو تريكا وهدر على محرز كونتر كونتر غوارديولا بصاحبي ولات في الصح هذا الصح. قال يا ودي راكم غالطين جماعة راكم غالطين لا يديها ياسين بونو. انا واحد من الناس انا كجزائري ونبغي محرز بصح نقلع العاطفة ياسين بونو متاليك اخويا ياسين بونو هو اللي يدي هذه الجائزة. ما تقول لي لا منا لا مليان حقيقة هذي جاوت لو كان تجيو نتبعو الهضرات تاعكم انتوما تما لونترينر ونعطو يجي خير من إليو سيسي وخير من ريكراكي وخير هماكم تما يجي خير منهم. هذوك مدربين تعبوا كيما إليو سيسي دا كوب دافريك وراح دوزيام تور و دو كوب دي موند مكاليفي دو كوب دي موند 2018-2022 و دو كوب يعني ولعب دو فينال وحده خسرها وحده داها. ومن بعد تجي تقول لي المدرب خير منا غير تربح غاديكا تربحو غاديكا صرالينا حنا ولا الشيطانة رانا عميين ولا مالاش عميين اصاحبي. وما مدرب عندكم مدرب توما واديروا في الانتقاد ينتقد ينتقد الميكرو وينتقد كل شيء كل شيء ينتقده. هذه انتم هذه ديروها واو مدرب لي يعرف كيفاش يدير التغديره لك الجمهور ملعب كي والو. مدرب تاع قالك سبب خاص سبب الاداء تاعنا عقشتي على قالك قالك الملعب عاود يعاون على الشيطان صاحبي نبقاو حنايا ايه نبقاو ندورو غير فم ولا ها الملعب ها ايه ها بزاف ها بزاف.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.